اليوم كاين واحد افونت بريفي اللي مجموعه فيها شي 4 مارك، واليوم حاضره معهم كضيفه هنا في مدينه فاس. هو خاص المراه ما كنعرفش تبارك الله المغربيه تحت قالت وكيتهلا فراسكم بزاف وزوينات، فالواحد خصو يتهلا فراسو يتهلا في البشره ديالو، يعني ما ينعس بالمكياج. فهذه اهم نصيحه. لا ما كاينش زواج في هذا العام، زعما شنو زعما تسمع بانني تزوجت؟ نعم فرجتو نهار غادي نتزوج غنقولها وانا انا على السوشيال ميديا. انا اليوم ضيفه شرف في هذا لافونت بريفي عند مدام حاجي ومدام سليهم بيو. هذا ثاني فونت بريفي كنحضر ليه فاس، اللي كيزيد ياكد على ان المراه المغربيه عندها غيره على بلادها وعلى مدينتها، فكتحاول على انها تبين للمجتمع المغربي او المغاربي او الاوروبي على الثقافه المغربيه والتراث المغربي. واليوم اكتمل هذا المعرض بحضور اليوتيوبرز او الجلوبرز عبير براني، باش هي تزيد تاكد على ان المراه المغربيه كتدعم بعضها وكتساند بعضها. المواد الكيماويه ما منها هروب طبيعه الحال، ولكن من بعد ما تحيد المراه المغربيه المواد الكيماويه تعتمد على المواد الطبيعيه باش تحيد داك السموم اللي ديجا خذتها البشره ديالها من المواد الكيماويه. Thank you.